السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد في وصفة من وصفات كويزين عيشة فلاح. اليوم غادي نقدموا واحد لابريوش اللي كيقول لها البان ديال ليوبار او لا خبز منمر. كيجي بهذا الشكل، هذا الشكل ديالو جميل. نقدروا نقدموه للوليدات ديالنا في الفطور، الكبار للصغار، يعني كيجي زوين، الشكل ديالو كيجي جميل بزاف. عاد ما كرهتكمش انكم تجربوا هذه الوصفة هذه وتخليوا لي التعليق ديالكم في الخانه ديال التعاليق. ما نطولش عليكم بزاف، نخليكم مع لائحه المقادير، يعني مقادير بسيطه جدا ولكن الشكل كيجي هائل 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 بزاف. عاد كما كتشوفوا نخليكم مع لائحه المقادير. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا معلقه كبيره ديال الخميره، معلقه صغيره ديال الملح، عندي هنا ثلاثه معالق كبار ديال الحليب بودره، نقدروا نعوضوا بحليب سائل. عندي هنا 60 غرام، ما بين 50 و60 غرام، الحلاوه كتبقى على حسب الذوق. عندي هنا 50 غرام، درت هنا واحد جوج معالق كبار. عندي الكاكاو المر جوج خنيشات، وعندي هنا الكاكاو اللي كيكون هذا كيكون حلو وهذا كيكون مر. وعندي بطبيعه الحال الزبده غنحتاج منها جوج معالق كبار، ونص كيلو ديال الدقيق. فاش غادي نعجن هادشي كله، غادي ناخذ الدقيق، العجانه ديالنا نديرو نضيفو لها الدقيق، غنضيفو داك الحليب بودره، غادي نضيفو السكر، غنضيفو الملح، ونضيف الخميره، وغادي نبدا نضيف الماء بشويه بشويه وحنا كنعجنو هاد الخليط هذا. بالنسبة للكاكاو، والكاكاو والمر والكاكاو الاخر، غادي نخليهم حتى نعجنوا العجينة. هنا من بعد ما تعجنت عندي العجينة، غادي نضيف جوج معالق كبار ديال الزبدة ونعاود نردها كتعجن. صافي، انا ضفت دابا جوج معالق كبار، ساليت العجين ديالي دلكت مزيان كما كتشوفوا كتجي رطبه. غادي ناخذها ونقسمها على جوج، وهذا النصف هذا غادي نقسمه حتى هو على جوج، واحد غادي نضيف له الكاكاو المر والاخر غادي نضيف ليه الكاكاو اللي ماشي غامق بزاف. النصف الاخر هذا الاخر غادي نضيف ليه الكاكاو وغادي نجمعهم هكا. غادي نبقى نجمع فيها حتى تخلط مزيان هي وهادي، وهذا النصف هذا غادي نخليوه هكا بيض. كنبقاو نجمعوا في هذه العجينه البنيه، ضروري ما تزيدوا معلقه ديال الماء اولا معلقه ديال الحليب لان الكاكاو كيقصح العجينه. ونبقاو نجمعوا فيها هكا حتى كتعطينا عجينه اللي هي بنيه ماشي غامقه. دابا غادي ناخذ هاد العجينه اللي غامقه، غادي نزيد معلقه ديال الماء وحتى هي غادي نجمعها بحال الشكل ديال الاولى حتى تعطينا لون بني غامق. هنا من بعد ما دخلت الكاكاو كنحاولوا نعطيوها واحد باش كينسجم داك اللون. صافي، هنا من بعد ما ساليت العجينه ودلكت مزيان درت هاد البيضه هذه بوحدها وغلفتها، وهذه بني داكن حتى هو وغلفته، وهذا بني فاتح حتى هو درت له البابي فيلم اليمونتير، وغادي نخليهم يرتاحوا واحد نص ساعه عاد ندوزو نشكلوهم. بعد ما العجينه كترتاح عندنا كتخمر كنحيدوها كنديكازيو
شويه الدقيق هنا، غادي نقسموها كويرات يكونوا متساويين. هنا خديت هاد العجين ديالي البيضة وقسمتها على 8 ديال الكرات، وكل كرة فيها 60 غرام. يعني هنا غتحترموا المقاييس وتحترموا يعني عدد الكويرات. غادي نحطهم هنايا وندوز ندير نفس الطريقة بالنسبة للعجينة السوداء. دابا غادي ناخذ هاد العجينة البنية حتى هي غندير ليها نفس الطريقة، غادي نقطعها على 8 ديال الكرات حتى هما يكونوا متساويين على قد العجينة ديال هادي. الا درنا هنا 8 في البيضين غنديروا 8 هنا في الكحلين، والا درنا 7 غنديروا 7. هنا غناخذ العجينه الاخرى البني الفاتح وغادي حتى هي ندير ليها نفس الطريقه. هي غنقطعها على 8 ديال الكرات. صافي انا قسمتهم ولات عندي هنا 8 في البني الفاتح وهنا في البني الغامق وهنا 8 الكرات في البيضين. غندوزو دابا بالطريقه. الطريقه كناخذ واحد الكره من هذا البني الفاتح وكنطلقوها هكا بالمدلك، غادي نبداو نحربلوها هكا هكا حتى هو شكل حربول. ندوزو ثاني للثانيه، حتى كنكملو الكميه كلها اللي عندنا ديال نفس اللون، ما نخلطوش الالوان. وغادي نحطها هكا وغادي نكمل انا كلشي هذا العجين البني اللي فاتح وندوزو للاخر. كناخذو هنا العجين البني داك الداكن اللي ديال هادو، غادي نسرحها على شكل طولي وغادي ناخذ واحد البوده من هذا البني الفاتح وغادي نبداو نلويو هكا عليه هكا حتى نحصلوا على بوده. نغلقوها مزيان نحصلوا على بوده واحد في وسط واحد. نعود معكم غادي ناخذوا واحد البوده هكا ونلويو حتى غنحصلو على بوده بحال هكا. انا غادي نكمل وندوزو للتتيمه. ندوزو دابا باش نشكلو العجين الابيض، حتى هو غنطلقوه هكا على شكل طولي. وغادي ناخدو واحد البوده ونديرو نحاول نسدو كلشي. نحطو هنا كيرتاح. نعاود معكم وحده اخرى. يعني بسيط ولكن غير هو كيبغي شويه الخاطر.
وغادي ناخدو واحد البوطه نحطو هنا وندوزو حتى هو نلويو ونسدو عليه هكا. انا غنستمر حتى نكمل الكميه كلها. بعد ما ساليت الكميه كلها كناخذ هاد لي بودان وكنطلقهم شي شويه على حسب المول اللي عندي. انا خديت واحد المول هكا ديال الكيك ولبستو بالورق سلفوريزي ورق طبخ وحطيت عليه بودان وغادي نبداو نجيبو نحطو واحد حدا واحد هكا. نكمل هاد الكيمياء كلها اللي عندي غنحط واحد فوق واحد عندي هنا ونحط هذا عاوتاني فوق هذا. واحد هكا ونكمل بهذا فوق هنا صافي. وغادي نخليهم يخمروا حتى يضعف الحجم ديالهم وهذا وندهنهم شويه ديال الحليب اولا شويه ديال البيض ونخليهم يعني حتى يضعف الحجم ديالهم. من بعد ما خمرت عندي الفطيره ديالي هاد البريوش غادي ناخذ واحد اصفر بيضه ونطلقو بشويه ديال معلقه ديال الحليب بحال هكا وغادي ندهن الوجه ديالها كامل الفران عندي مسخن قبل على درجة حرارة 200 غادي ندخلها الفران ونقص من درجة الحرارة نهبطها 180 صافي. دابا دهنتها وغادي نرشها بشوية ديال الزنجلان أبيض يعني اختياري إلا بغيتو تخليوها حتى هكاك راه حتى الشكل ديالها كيجي جميل بلا صافي. دابا غادي ندخلها الفران حتى تطيب ونتلاقاو نشوفو الشكل النهائي. البريوش ديالنا من بعد ما كتخرج من الفران كنخليوها تبرد تماما او من الاحسن نخليوها تبات ليله كامله في الثلاجه باش كيسهل علينا التقطع ديالها. دابا غندوزو باش نشوفو الشكل النهائي ديالها بعد ما نقطعو ونشوفو الداخل كيفاش كيجي. هذا هو الشكل النهائي ديال البريوش ديالنا. نتمنى انه يعجبكم وتجربوه. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس وتخليوا لي تعليق في قناة التعليقات. نقول لكم الى اللقاء في وصفة اخرى ان شاء الله.